اليوم حدث هام ومهم مأساوي ومفجع وقوي وتاريخي وخطير ومعبر تماما عن المدى الذي وصلت إليه الحروب في منطقتنا ما جرى في لبنان حيث إسرائيل وقدرتها التكنولوجية الهائلة والرهيبة في اختراق قرابة أربعة آلاف على الأقل ده الرقم اللي بيتقال لغاية دلوقتي بيجر اللي هو الجهاز الاستدعاء القديم ده بتاع آآ آآ عناصر حزب الله 14 4000 عنصر من حزب الله بيفجر فيهم اجهزه البيجر اللي هم سواء يحملها في جيبه في على خصره في يده واحنا قصاد كما قال وزير الصحه اللبناني النهارده وصرح في مؤتمره الصحفي 2750 اصابه دول اللي وصلوا المستشفيات لان الموضوع متجاوز فكره الرقم 2750 بكثير منهم 200 حاله حرجه منهم 8 قتلى البيجر ده الجهاز الاستدعاء اللي هو كان يستخدم كثيرا في القديم وفي السابق بالنسبه خصوصا للاطباء في المستشفي خصوصا للعناصر اللي بتعمل في الشارع اللي هو فكره استدعاء ان ده رقم تليفون بيكلمك فيروح يتكلم في رقم ارضي لانه حزب الله بطبيعه الحال عنده شبكه اتصالات خاصه بيه ملهاش دعوه بالدوله اللبنانيه مخافه الاختراق الاسرائيلي لها وربما كان واحده من اكبر الاسباب التي ادت الى احتلال حزب الله لبيروت عام 2008 هي نيه الحكومه اللبنانيه وقتها انها توحد شبكه الاتصالات يبقاش في شبكه خاصه ارضيه لي حزب الله فحزب الله بتنظيم بعناصره بنشطاء وبمسلحيه احتل تقريبا بيروت وكادت ان تنشب حرب اهليه لولا ان كل الاطراف الاخرى تراجعت امام هذا الضغط العسكري الهائل اللي عمله حزب الله